السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله عنا خيرا شيخنا. وياك. شيخنا هل يصح أن يقول الإنسان إني أعتقد أن النار لو قال أن النار محرقة بذاتها أو اعتقد أن النار محرقة بطبعها فقد كفر؟ لماذا عفوا معذرة، يعني نحن نعتقد أن كل شيء يجري بمشيئة الله وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن معاني لا قوة إلا بالله لا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله، لكن عهد أننا نذكر الأسباب ومسبباتها، فنحن نعتقد أن الله قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لكن الأصل في النار الإحراق، الله سبحانه وضعها للإحراق ولغير ذلك، لكن من الذي جعلها تحرق؟ هو الله. الذي جعلها تكون بردا وسلاما هو الله، لكن إذا قلنا النار من شأنها أنها تحرق حرقها بإذن الله ما فيش مشكلة، الدخول في التفصيلات الشديدة مثل هذه تضر بك، والنبي يقول احرص على ما ينفعك. سلامك عطلة، الله يبارك فيك.